لو في سيدة عندها تأخر في الإنجاب وحاولت تجرب إنها تعمل حقن مجهري وما نجحتش أول مرة، عند التكرار إيه الوقت المناسب بقى إنها يعني بعد قد إيه كده؟ بصي يا نورين، إحنا لو في حالة عملت اختبار الحمل بعد محاولة حقن مجهري وطلع سلبي، إحنا ما بنقولش المحاولة ما نجحتش، بنقول اختبار الحمل بعد الحقن المجهري طلع سلبي. لازم يبقى في تشيك ليست عندي كده. انا ما بعتبرش نجاح المحاوله انا ما بربطش نجاح المحاوله بالحمل. نجاح المحاوله حاجات كتير جدا، نجاح المحاوله ان انا اطلع بويضات جيده، نجاح المحاوله ان انا اتحصل على حياه منويه كويسه، نجاح المحاوله ان انا يبقى عندي اجنه كويسه، نجاح المحاوله ان انا اعمل كل حاجه اقدر اعملها كبني ادم كبشر. لان بالذات في موضوع الحقن المجهري ده احنا في الاخر بعد ما بنزرع اجنه احنا بنسيب ايدينا وما بقاش عندنا غير الدعاء ان ربنا سبحانه وتعالى ياذن لهذه السيده بان هي تحمل. طبعا. لكن انا بقول كلمة لو جات لي واحدة بعد الحقن المجهري واختبار الحمل سلبي لازم امسك تشيك ليست كده اهوت عشان اشوف ايه السبب العلمي اللي ممكن يكون خلى ان ما حصلش حمل. مش عشان خاطر عايز اعرف ليه ما حصلش حمل. يعني اول سؤال بتسألني دايما انا ليه ما حملتش؟ لا، اذا ليه انا مش عايز اعرف انت ليه ما حملتيش، انت ليه ما حملتيش؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى لسه ما اذنش. لكن ايه اللي انا ممكن اعمله في اعادة المحاولة ما عملتوش في اول مرة عشان خاطر ازود فرص انك تحملي في المره اللي بعديها. فبمسك تشيك ليست كده اهوت فيها البويضات وجوده البويضات والحيوانات المنويه وجوده الحيوانات المنويه والاجنه وجوده الاجنه والبطانه والتحاليل اللي هي عاملاها قبل كده وي حاجات كتير جدا. انا بعمل تشيك ليست دي ليه؟ عشان لو في اي حاجه اقدر ان انا اتجنبها او ازودها على المحاولة في المره اللي بعديها اقدر ان انا اعملها. مش عشان اطلع لها سبب هي ليه ما حملتش. خلاص، على حسب اللي انا طلعته في التشيك ليست بتاعتي نحدد هي ممكن تعيد المحاوله اللي بعد كده بعديها بقد ايه. يعني في حالات عدم حدوث الحمل اللي احنا بنبتديها غير واضح السبب، انا ممكن اكتشف، فاكره ان في حلقه من الحلقات اللي قبل كده كنا اتكلمنا ان الحاله اللي ما يحصلش حمل من محاوله حقن مجهري يفضل ان هي تعيد المحاوله تاني في نفس المكان. لان اوقات كتير جدا انا بكتشف حاجات وبتعرف على حاجات لاول مره وانا بعمل محاوله الحقن المجهري الاولانيه. تمام. فالحاجات دي هتلافاها وانا بعمل تاني. فلو انا رحت المكان تاني هيبقى بيتعرف عليا من اول وجديد، من أول فمش وجديد هيكتشف ومش هيكتشف ايه الاخطاء اللي كانت موجوده او المشاكل اللي موجوده عندي. على حسب نوع المشكله اللي انا اكتشفتها وانا بعمل محاوله الحقن المجهري، على حسب ما انا احدد امتى هعيد المحاولة. يعني فرضنا مثلا في مشكلة في تكوين البويضات، في جودة البويضات، بويضات جيدة وبويضات ضعيفة. فاكر احنا كنا اتكلمنا قبل كده برضو على نوع البويضات. الحالة اللي هتطلع بويضات ضعيفة فيها مشكلة في تكوينها، لا دي ما يفضل ان هي ما تعيدش المحاولة تاني مباشرة. لازم تاخد فترة من العلاج تحضيري عشان لما اعيد المحاولة احاول قدر المستطاع ان البويضات اللي تطلع لي بعد كده تطلع لي جيدة. في مشكلة في الحيوانات المنوية وانا قدر المستطاع قدرت ان انا اتحصل على حيوانات منوية، لا يفضل ان انا ما اعيدش المحاولة تاني غير بعد فترة من التحضير عشان ازود من قدرة الحيوانات المنوية على تخصيب البويضات. فعلى حسب سبب عدم حدوث الحمل، السبب اللي انا اكتشفته بنقرر هنعيد امتى المحاولة اللي بعديها تاني. لو ما عنديش اي سبب خالص ممكن تعيد المحاولة بعديها على طول في الدورة اللي بعديها، بنفوت دورة واحدة ونعيد المحاولة في الدورة اللي بعديها على طول. احنا بنشكر حضرتك يا دكتور جدا، بنشكر الدكتور احمد ابو العيون استشاري امراض النساء والتوليد وخبير الحقن المجهري بمركز دار الطب وعضو المجلس العربي لامراض النساء والتوليد وعضو المجلس المصري لامراض النساء والتوليد وعضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه وعلم الاجنه. وبنشكركم مشاهدينا، خليكم دايما متابعين فقرات الطبيب.